السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حمد الحارس من قناة انجلش اونلاين. طلاب الصف الاول الاعدادي حبايبي، رجعت لكم النهاردة في حلقة جديدة مع يونت 4 بعنوان We are using technology، يعني احنا بنستخدم التكنولوجيا. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الجرامر والنقاط المهمة اللي موجودة في اول اربع دروس from lesson 1 to lesson 4. خلاص الجرامر والحاجات النقاط المهمه اللي موجوده في اول اربع دروس من الايه من الوحده. معروف ان الوحده فيها 8 دروس، واحنا النهارده هنغطي نصها وان شاء الله الحلقه اللي جايه نغطي الباقي. قبل ما نبدا الفيديو ونبدا الشرح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه طبعا، وحاولوا انكم طبعا ايه يعني تبعتوه لايه لزمايلكم وتعرفوهم بالايه بالقناه، لان القناه طبعا هتكبر بيكم انتم بس، هتكبر بيكم انتم بس، وان شاء الله كلنا نكبر مع ايه مع بعض. اول حاجه النهارده هنتكلم عنها، هنتكلم عن حاجه اسمها countable nouns. countable nouns ايه هي countable nouns؟ الاسم الذي يعد، ده كده الاسم الذي يعد. ايه بقى موضوع الاسم الذي يعد؟ انا دلوقتي لو عندي الم وألم تاني وألم تالت يبقوا إيه؟ أقلام. أقدر أجمع أنا كلمة قلم تبقى أقلام. طب لو عندي مثلا كرسي وكرسي وكرسي تبقى كراسي، أو اللي هي كراسي يعني. طب لو عندي ترابيزة وترابيزة وترابيزة تبقى ترابيزات. لو عندي بيت وبيت وبيت يبقوا بيوت. يبقى ده هو الاسم الذي يعد، أنا أقدر أجمعه، أقدر أحوله من صيغة المفرد إلى صيغة الإيه؟ الجمع. طيب في حاجات لازم تعرفها عنه. اولا ممكن يجي قبل الاسم المفرد ده او ان، او ان اللي هي ادوات النكره، اللي هي ادوات الايه، ادوات النكره. ادوات النكره دي في اللغه الانجليزيه تمام زيها زي حذف الالف واللام من الاسم في اللغه العربيه بالظبط. يعني مثلا ايه، ممكن اقول رجل او الرجل. الرجل ده معرفه، يعني انا اقصد رجل بعينه. طب لما اقول رجل يبقى رجل بشكل عام، الله اعلم مين هو الرجل ده، انا معرفوش. يبقى ده كده، دي كده اسمها ادوات النكره. طيب ايه الفرق بين وبين ان؟ ديت يا جماعه بتيجي قبل اسم مفرد، لازم يكون مفرد، لازم يكون اسم ايه مفرد في الاثنين، الاثنين لازم يكون معاهم اسم ايه مفرد. بس ده بيبدا بساكن وده بيبدا بمتحرك. طيب كسبنا صلاة النبي، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه بقى الفرق؟ بصوا بقى معايا، انا اعرف الخمسة المتحركة، الحروف الخمسة المتحركة، يبقى الباقي كله ساكن. الحروف المتحركة اللي هي بيقولوا عليها باللغة الانجليزية الفاولز، اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو، دي كده الحروف المتحركة. يبقى انا عندي الاسم لو بيبدأ بأي حاجة من دولت نحط قبل منه ان لما اقوله نكرة من غير الف ولام. طيب لو بدأ بأي حرف تاني من ال 21 حرف بتوع اللغة الإنجليزية اللي فاضلين، يبقى أنا بحط قبل منه إيه؟ طيب في يا مستر قاعدة تانية بالنسبة للكلام ده؟ بس لازم يكون بادئ بنطق ساكن أو بإيه؟ أو بنطق متحرك. خلي بالك من الحتة ديت، أنا مش هوضحها أوي لأن مش هتجيلك، يعني مش هيجي إيه؟ يقول لك لازم تعمل دي، مش هيجيب لك شواذ دلوقتي، الشواذ مش دلوقتي عليك. تمام؟ طيب زي مثلا إيه؟ ده مثلا لما نقول a girl يعني بنت، a boy, a chair, a lamp, a fan, a man, a woman. خلاص يبقى a بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف ساكن. طيب an بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف متحرك من دول، يعني مثلا ممكن نقوله an arrow, an arrow. ممكن نبدأ دي شوية عشان بس الكلام يبقى مظبط. an arrow خلاص اللي هي معناها سهم، اللي هي معناها ايه سهم. ممكن نقوله an eye، عين واحدة يعني. خلاص طيب ممكن نقوله ايه، an orange. هتقولي البيبي دول بيقولوا عليها يا مستر اورنج عندنا في البلد. لا يا حبيبي، هي اسمها orange. an orange I ate an orange، انا اكلت ايه برتقالة، ما اسمهاش orange. اورانج مفيش حاجه اسمها اورانج. خلاص يبقى انا عندي ا بيجي بعد منها مفرد بيبدا بساكن، وان بيجي بعد منها مفرد بيبدا بايه بمتحرك. ده هو الاسم الذي ايه الذي يعد، نقدر نجمعه. يبقى مفرد نقدر نجمعه، بيبدا بساكن، بيبدا بيجي قبل منه ادوات الايه، ادوات النكره. طيب ايه بقى الانكاونتبل نون؟ الاسم الذي لا يعد. هوبا، طب ده احنا في العربي عندنا في اسماء نقدر نجمعها كتير، وممكن تكون في الانجليزي لا تعد، اي حاجات بسيطه خالص انا هقول لك عليهم. اولا الاسم الذي لا يعد، لا ياتي قبله، لا ياتي
قبله ما بيجيش قبله آه وآن ده الفرق. يبقى كده اللي ما بيعدش ما بنحطش قبل منه آه أو آن خلاص. ودايما مفرد ودائما مفرد. الاسم الذي لا يعد ده حتى لو انت بتقوله في العربي جمع هو دايما مفرد في الانجليزي. هو دايما مفرد في الايه؟ في الانجليزي. ما بيجيش قبل منه آه أو آن ودايما مفرد ودايما ايه؟ مفرد. طيب ايه هي الاسماء التي لا تعد باختصار؟ انا هكتبها لكم هنا كده بالعربي وانت بقى تحت كل واحدة فيهم ادرج الايه اللي انت عايزه. زي السوائل لا تعد، زي ووتر، ميلك، تي، كافيه، دي كلها طبعا اسماء لا تعد. المواد الخام، المواد الخام كمان ما بتتعدش، زي كلمة ايرن، ده كلمة كابا، زي كلمة مثلا جراس، زي كلمة ساند، زي كلمة مثلا اي حاجة مادة خام دي تلاقي لا تعد. يبقى السوائل والمواد الخام والمواد الدراسية زي ساينس، ماث. كلمة ماث على فكرة اللي هي ماثيماتكس خلاص تنتهي بحرف الاس ودي مفرد دايما برضو خلاص عشان ما تتغرش في حرف الايه الاس اللي موجود فيها. يبقى السوائل والمواد الخام والمواد الدراسية تمام. ايه تاني؟ والالعاب الرياضية، والالعاب زي مثلا فوتبول، تنس، فولي بول، راجبي، اي نوع من انواع الايه الالعاب الرياضية. وفي حاجة اسمها الاسماء المعنوية، وكمان الاسماء المعنوية، الاسماء المعنوية زي لاف اللي هو الحب، لاموري تمام اللي هو الايه الحب، وهاتريد الكراهية، لويالتي الاخلاص، سينسيرتي خلاص الاخلاص بقى، والولاء والحب والكراهية والامانة، الحاجات اللي انا ما اقدرش امسكها بايدي كده، الحاجات اللي انا ما اقدرش المسها بايدي كده، دي كده اسمها اسماء معنوية. دي كده اسمها اسماء ايه؟ اسماء معنوية. في ايه تاني؟ في حاجات كتير طبعا بس انا ايه انا هختصر على كده. في بعض الكلمات زي كلمة ادفايس دي لا تعد، مثلا information على الرغم ان هي بنقوله معلومات بس هي لا تعد. كلمة دي كلمة furniture، كلمة زي كلمة money خلاص. هتقول لي يا مستر money معناها فلوس واحنا بنعد الفلوس، ماشي انت بتعد البنك نوت اللي هو الورق نفسه، انما كلمة مال سوري كلمة فلوس اجمع لي كلمة فلوس كده، ها فلاليس ولا فلوسات، مفيش حاجه اسمها جمع كلمه ايه فلوس خلاص. هتقولي ما معناها مال واموال في الانجليزي لا تعد، في الانجليزي لا ايه لا تعد. يبقى ده هو كده الاسم الذي ايه الاسم الذي لا يعد. يبقى فيها اي مشكله؟ يبقى الاسم الذي لا يعد ده دايما مفرد، دايما ايه مفرد. يعني لو جيت هنا وقلت لك مثلا ايه، لو جيت هنا قلت لك مثلا ايه ميلك بلاش ميلك، لو جيت هنا وقلت لك كده انفورميشن فروم the internet، ممكن هنا نقوله the information على فكرة معلش انا ما كتبتهاش، from the internet not always correct. ها هنا هنقوله is ولا are، ها مش لازم نحط الاختيارات الايه كتير بقى، نحط حاجات افعال تانية وكلام من ده. ها كلمة information دي معناها معلومات، طب المعلومات دي اسم لا يعد، وانا قلت الاسم الذي لا يعد دائما ايه مفرد، والمفرد دائما بياخد ايه بياخد is، ما بياخدش ايه ما بياخدش are، ما بياخدش ايه are. انا همسح طبعا المثال ده وهنكمل مع بعض دلوقتي. الموضوع بسيط جدا ركز معايا. طيب يبقى ده بالنسبة للاسم الذي يعد والاسم الذي لا يعد. طب يا مستر انت حطيتهم وما حطيتش عليهم امثلة؟ لما نخش في الكلام ده هنبدأ نحط على الايه الذي يعد والذي لا يعد ده ايه امثلة. انا عندي كلمة صم معناها بعض، معناها ايه بعض خلاص. صم دي بتيجي في الاثبات والعرض والطلب، في الاثبات والعرض والايه والطلب. طيب كلمة اني بقى معناها بالعربي اي، انا بالعربي ايه اي، خلي بالك حبيبي خلي بالك حبيبتي من الايه من الكلام ده. اني دي معناها اي، بتيجي في النفي والسؤال. السؤال طبعا علامه استفهام، والنفي كلمه ايه كلمه نوت وكلمه نيفر. وضحتها؟ وضحتها. لو لقيت الجمله فيها كلمه نوت او نيفر على طول بتاخد اني، لقيت الجملة فيها سؤال
بتاخد كلمة ايه؟ بتاخد برضو كلمة اني. طيب في حاجة بقى ممكن يجي هنا يقول لي مثلا هي ايت نقط رايس ها صن اني ان. لحظة بقى انا في حاجة كنت عايز اقولها، ومن ضمن الاسماء التي لا تعد المأكولات والمشروبات، المأكولات والمشروبات، المشروبات طبعا احنا قلناها سواء فوق المأكولات، بس مش كل المأكولات. طب ما انت ممكن تقول لي مثلا اج، دي من الحاجات اللي احنا بناكلها اجز الجمع بتاعها، لا مش كل، منهم مثلا المأكولات اللي هي بتبقى حبوب، الحاجات زي كلمة زي الحبوب، زي مثلا كلمة ويت اللي معناها غلة، زي كلمة رايس، زي كلمة شجر، كل دي مأكولات أو حاجات إحنا بنستخدمها في المأكولات. تمام، دي طبعا إيه مكونة من إيه؟ من الحبوب. والحاجات اللي هي مطحونة زي الدقيق بقى واللي هو سيريال اللي هو الطعام المعد للفطار والحاجات دي، تمام، المأكولات. طب أنا عندي الأرز هنا من ضمن المأكولات اللي هي حبوب، هتقول لي يا مستر طب ما هي فول أبين، ليه حبة فول؟ دي حلقة ايه؟ حلقة خاصة، تمام؟ يبقى هنا بيقول لي ايه؟ رايس من الاسم، من الأسماء التي لا تعد، من الأسماء التي لا ايه؟ لا تعد. طب الأسماء التي لا تعد أنا ما قلت ايه؟ لا يأتي قبلها آ أو آن، يبقى الاتنين دول مع السلامة بره. فضل لي هنا في الجملة صم وإني، أنا قلت صم بتيجي في الجملة المثبتة، الجملة دي مثبتة يبقى اللي جابها هنا صم، اللي جابها هنا هتبقى ايه؟ هتبقى صم. يبقى انا عندي زير از وزير اور سم، قلنا معناهم هناك بعض او يوجد بعض. طبعا از بيجي معاها مفرد وار بيجي معاها ايه؟ جمع. طبعا المفرد هنا ممكن يكون مفرد عادي، وممكن طبعا يكون طبعا ايه مفرد اللي هو لا يعد، اسم لا ايه لا يعد، خلاص. ونفس الكلام هنا زير ازنت وزير ارنت اني، ليس هناك اي ولا يوجد ايه اي، طبعا ازنت مع المفرد برضو وارنت مع الايه مع الجمع. لو جيت هنا وقلت لك كده زير از نقط مثلا ميلك ميلك on the table، ها نقوله صم ولا اني، وهيحط لك معهم طبعا ايه او ان، فانا مش هكتبهم عشان ما ياخدوش مننا ايه مساحه. طيب ميلك دي اللي هو اللبن، اللبن ده سائل يبقى مفرد، تبقى الاجابه بتاعتي على طول از، احنا قلنا بنقول بنستخدم از. طب هنا از دي مثبته، الاثبات بياخد كلمه ايه؟ بياخد كلمه صم، الاثبات بياخد كلمه ايه؟ صم. طب لو جاني هنا وقال لي ذا aren't not box today، عايز اقول مفيش اي كتب النهارده، تبقى صم ولا اني؟ ها ده نفي، النفي على طول بياخد اني، النفي على طول بياخد ايه؟ اني، خلاص. طيب لو جاني هنا وقال لي there are any cars now، ها اني هنا غلط صحح، على طول لقيت تحت اني خط اعملها صم، صم تحت منها خط اعملها اني، لان دي جمله مثبته هتبقى صم، دي هتبقى ايه؟ صم. طيب هيجي يقول لك مثلا ايه؟ عايز اقول هناك بعض، خلاص؟ هناك بعض مثلا ايه؟ النقود في الكتاب، يعني مثلا واحده مثلا بتقول لابنها في فلوس يا حبيبي جوه الايه بعض الفلوس او بعض النقود من الايه في شويه فلوس موجوده في الايه في الكتاب. اقولها ازاي بالانجليزي؟ كلمه نقود دي تعد ولا لا تعد؟ لا تعد، اللي هي نقود لا تعد. يبقى هنا هنقوله there ايه there is، لانها طبعا مثبته. there is ايه بعض دي اللي هي سم، يبقى there is some نقود اللي هي الفلوس اسمها money، اسمها ايه بالانجليزي؟ money. في الكتاب in the book، in the book. ده الفرق يا جماعة بين some وإني، وإزاي نستخدمها مع there is و there are some و there isn't و there aren't any. طبعا حتة المفرد والجمع هيجي لك هنا، هو يقول لك صحح some أو any، يقول لك صحح is أو are، يقول لك اختار بين some أو any، يقول لك اختار بين is أو are، is أو إيه أو are. الكلام ده طبعا في الإيه؟ في المضارع. خليكم معايا، معايا دلوقتي مجموعة من الأسئلة، أسئلة الاختياري وأسئلة صحح المفترض إن هي بتيجي بالشكل ده في الامتحان، خليك معايا. هنا السؤال الأول بيقول لي physics not a simple subject، ها هنا is are where have، ها physics
منتهية هنا بحرف الاس يبقى اوتوماتيك المفترض انا اخد ار، المفترض اخد ايه؟ ار. بس فيزيكس دي معناها مادة الفيزياء، مادة الفيزياء المواد الدراسية. انا قلت ان هي دايما ايه؟ مفرد، لانها لا تعد، يبقى الاجابة هنا طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى از. وبعدين اللي يعرفك ان ار وير غلط ان ادي ما بتجيش مع الجمع، بتيجي مع الايه؟ مع المفرد، فهنا الاجابة هتبقى از. طيب هنا بيقول لي there are not birds on that tree. ها there are some إني آن. أولا birds دي جمع، فآ وآن الاثنين غلط لأنهم بيجوا مع المفرد. طيب فاضل لي some وإني، الجملة دي مثبتة بآر، يبقى الإجابة هنا هتبقى إيه؟ هتبقى some. خلي بالك من إيه؟ من الطريقة دي. هنا بيقول لي there aren't not exams this week، عايز أقول مفيش أي امتحانات الأسبوع ده، فهنا aren't دي نفي، الإجابة من فوق تبقى some ولا إني ولا آ ولا آن. exams طبعا جمع، يبقى الاثنين دول كمان غلط، ها وده نفي، يبقى هنا اني هتبقى ايه؟ اني. خلي بالك معايا الموضوع بسيط على فكره. هنا بيقول لي there not some bread، اللي هو خبز، خبز مش حاجه اسمها خبزات، خلاص مش حاجه اسمها خبزات، ما بتتجمعش كلمه خبز في اللغه الانجليزيه من المأكولات. ها here ار از ام وير، ده مفرد طالما لا يعد يبقى مفرد، المفرد ما بياخدش وير، ما بياخدش ار، طبعا المفرد ما بياخدش ام. الاجابه الصحيحه بتاعتي هي از، الاجابه الصحيحه بتاعتي هي ايه؟ از. طيب هنا بيقول لي زير ار سم نوت ويتنج اوتسايد، ها زير ايه؟ ار. ار دي بتيجي دايما مع الايه؟ الجمع، نقوله كارز a car and car cars معها ابوستروفي، الاجابه الصحيحه مع الجمع اللي هي كلمه ايه؟ cars. كل دولت ايه؟ غلط، دي مفرد، مفيش حاجه اسمها ان كار، مفيش حاجه اسمها ابوستروفي مع كلمه ايه؟ cars، لانها غير عاقل اصلا، وغير العاقل احنا الجمادات احنا ما بنحطش معاها اصلا الابوستروفز، احنا شرحناها طبعا في الوحده الثانيه. طيب هنا بيقول لي correct there are some teas spilled on my seat، عايز اقول لك ايه؟ في شاي مكبوب على الكرسي بتاعي. الشاي ده من المشروبات، والمشروبات من الاسماء التي لا تعد، يبقى هنا هنقوله ايه؟ مفرد، يبقى دي على طول هتبقى از، دي على طول هتبقى ايه؟ از. طيب هنا بيقول لي there is any tennis today، ها في هنا حاطط لي كلمه any، طب any بتيجي في الاثبات، طبعا تنس ده مفرد، التنس لعبه مفرد، والمفرد بياخد از تمام اوكي، بس any بتيجي في النفي، يبقى دي هتبقى ايه؟ isn't. جميل كده؟ طيب there aren't some، aren't نفي، النفي بياخد some ما بياخدش some، بتاخد طبعا كلمة ايه؟ any، sorry. تمام؟ there aren't any sandwiches left، يعني لما اقول لك ايه؟ ما عادش في سندوتشات فاضلة، تمام؟ اتاكلوا كلهم، يبقى تعالى بدري بعد كده. there is some woods in the cell، عايز اقول القبو بتاع البيت، البدروم بتاع البيت موجود فيه بعض من الخشب، ها؟ is دي مفرد وصم إثبات، تمام، يبقى إز مفرد نقول وودز، كلمة وودز دي غلط أصلا، غلط في الإيه؟ في المعنى ده، هي هتبقى وود اللي معناها خشب. طب كلمة وودز دي اللي هي غابات صغيرة، غابات صغيرة. There aren't any pen in my pocket، يعني عايز أقول مفيش أي قلم في جيبي، ها aren't دي نفي، جميل، معاها any كده خلصنا. طب aren't هنا نفي وارنت دي اصلا جمع، بتيجي مع الجمع، يبقى نقوله pen اللي معناها قلم واحد، لا في الحاله دي هنقوله ايه؟ هنقوله pens، في الحاله دي هنقوله ايه؟ pens. يلا بينا دلوقتي بقى نتكلم عن حاجه اسمها present continuous، اللي هو زمن المضارع المستمر، زمن المضارع الايه؟ المستمر. طبعا كل زمن فيه مجموعه اشياء مهمه جدا، ما نضيعش وقت، يلا بينا نشتغل. ها اول حاجه عندي حاجه اسمها الفورم، الفورم ده اللي هو بيقولوا عليه، الفورم ده اللي هو بيقولوا عليه التكوين، فورم اللي هو الايه؟ التكوين. الفعل في زمن المضارع المستمر شكله بيبقى عامل ازاي؟ شكل الفعل في المضارع المستمر بيكون بعباره عن ام او از او ار زائد الفعل في المصدر مضاف له اي ان جي، زي الفعل في المصدر مضاف له ايه؟ اي ان جي. ده كده هو التكوين، ده كده هو الايه؟ التكوين. ده كده شكل الفعل في المضارع البسيط، خلاص، بيبقى ام از ار مصدر زائد الايه؟ الاي ان جي. طيب ايه اللي بياخد ام وايه اللي بياخد از وايه اللي بياخد ار؟ يلا بينا نشوف. انا عندي اي بتاخد ام،
والمفرد كله بياخد is. ايه بقى هو المفرد اللي هو he و she و it واي اسم مفرد؟ تمام. اما بالنسبة بقى للجمع، الجمع بياخد حاجة اسمها all. الجمع اللي هو you و they واي اسم جمع، واي اسم ايه جمع. انا عندي I am المفرد is والجمع are. ده بالنسبة للتكوين، ده بالنسبة للايه للتكوين. انت في اولى اعدادي على فكرة ممكن يجي يقول لك كده I am play tennis. ها play هنا غلط، صححها. ايوه حد هيقول لي يا مستر انت قايل ان ام از اور دايما بيجي بعد منها الفعل المضاف له ايه اي ان جي، يبقى دي هنقوله playing، دي هنقوله ايه playing. خلاص. ممكن يجي يقول لك كده she not eating fish. ها she are is am where. ده كلام، ده كلام بسيط جدا. ها شيء مفرد بتاخد ايه؟ بتاخد از، بتاخد ايه از، ما بتاخدش اي حاجه من الحاجات اللي ايه اللي موجوده هنا. طيب في حاجه اسمها بعد كده، يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه التكوين. بعد كده في حاجه اسمها keywords. keywords اللي هي الكلمات الداله، اللي هي الكلمات الايه، الكلمات الداله. ايه بقى موضوع الكلمات الداله ده؟ لو انا لقيت اي كلمه من الجمال دولت، من اي كلمه من الكلمات دي في الجمله، لازم الفعل بتاع الجمله يكون am is are ing. خلاص. يبقى انا لقيت ايه بقى الكلمات هنا؟ look اللي هي انظر، look اللي هي ايه انظر، listen استمع، now الان، still ما زال، still اللي هي ايه ما زال، at present في الوقت الحالي او في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر، وات ذا مومنت في هذه الايه اللحظه، في هذه الايه اللحظه، الى جانب كل التعبيرات اللي بتدل على الايه التحذير، زي كلمه لوك اوت، واتش اوت، هري اب، طبعا دي معناها اسرع. تمام. كل دي كلمات بتدل، اللي هتلاقي بعد منها علامه تعجب كده، دي كده لما بتيجي في الاول، الكلمات اللي هتلاقي بعد منها علامه تعجب جايه كده بالشكل ده، تمام، دي داله على زمن المضارع المستمر. يبقى انا لو لقيت اي كلمه من الكلمات دي زائد الكلمات بتاعت التحذير، الفعل بتاع الجمله لازم يبقى ايه؟ am is are ing. طب ازاي؟ هيجي يقول لك كده look احمد play well. play هنا غلط، صحح. انا عندي فيه هنا كلمه ايه؟ look. دي دل على الايه؟ على زمن المضارع المستمر. طب تكوين المضارع المستمر، انا قلت لما الاقي الكلمات دي منهم كلمة لوك اللي أنا كاتبها في الجملة اللي هي دي، بيبقى الفعل am is are ing. طب المفرد بياخد ايه؟ is. يبقى هنا هنقوله is والفعل اللي هو play ونضيف لها ايه؟ ing. هنضيف لها ايه؟ ing. خلي بالك ممكن يجي يقول لك كده they نقط خلاص their homework now do ولا does ولا did ولا are doing. ها الإجابة الصح هنا هتبقى إيه؟ ها أنا عندي فيه هنا كلمة now اللي هي الكلمة الجميلة دي اللي هي معناها الآن. تمام. أنا قلت لما يكون فيه الكلمات دي منهم كلمة now باخد am is are ing. طب زي جمع، الجمع بياخد ايه؟ ار، ونضيف للفعل اي ان جي، يبقى الاجابه هنا هتبقى ار دوينج. ار ايه؟ دوينج. ده بالنسبه للايه؟ للكلمات الداله والتعامل مع الايه؟ الفعل. بعد كده الاستخدام، يوسج اللي هو الاستخدام، الاستخدام امتى انا يعني الاستخدام المقصد بيه امتى انا بكتب فعل الجمله مضارع مستمر. خلاص. بكتب فعل الجملة مضارع مستمر لما يكون الكلام، الحاجة اللي أنا بتكلم عنها بتحصل في وقت الكلام. يعني أنا دلوقتي بتكلم عن حاجة دلوقتي، دلوقتي حالا، على سبيل المثال أقول إيه؟ الأولاد بيلعبوا في الشارع، يبقى هم بيلعبوا وأنا بقول. خلاص. واحد دلوقتي معدي في الشارع بيقول مستر حمدي بيشرح إنجليزي، يبقى أنا بشرح وهو بيقول. الحاجة بتحصل في وقت الكلام أهو، يعبر عن حدث يقع وقت الكلام الآن. خلاص. ده من ضمن الايه الاستخدامات بتاعته. طيب بيعبر عن ايه تاني؟ بيعبر عن حاجة مرتب ليها حدث مرتب له في المستقبل.
مستقبل، حاجة مرتب لها في الايه؟ في المستقبل. وفي الحالة دي بيكون معاه الكلمات الدالة على المستقبل، الكلمات الدالة على المستقبل اللي هي tomorrow, soon, next, in the future, وان زائد سنة قادمة. يبقى انا عندي لما بيكون في كلمات دالة على المستقبل وانا بتكلم عن حاجة انا مرتب لها اعملها في المستقبل، بستخدم زمن المضارع الايه؟ المستمر، اللي هو am, is, are, ing، ومعاهم tomorrow, soon, next, in the future, in، زائد طبعا ايه؟ سنة قادمة، زائد سنة ايه؟ قادمة. طيب ناخد امثلة، يعني يلا بينا ناخد امثلة على الموضوع اللي انا قلته ده، موضوع الاستخدام. هيجي يقول لي ايه في الامتحان؟ او عموما يعني انا دلوقتي عايز اكون جمل، عايز اقول مثلا ايه؟ هي تطبخ الان. اقولها ازاي بالانجليزي؟ هي بتطبخ دلوقتي، انا بقول هي بتطبخ دلوقتي وهي فعلا بتطبخ دلوقتي. هي يعني ايه؟ يعني شي. يبقى هنا هنقوله شي. طيب شي مفرد بياخد ايه؟ is. يبقى شي is. كلمة يطبخ يعني ايه؟ cook. نضيف لها ايه؟ ing. She is cooking now. She is cooking now. على فكرة الاي ان جي جي بتتنطق حاجة اسمها انج كده، بتتنطق بالطريقة دي. خلاص She's cooking now. She's cooking now. خلاص يعني هي بتطبخ ايه؟ بتطبخ دلوقتي. طيب عايز اقول انا سوف اشتري سيارة العام القادم، العام القادم. اقولها ازاي؟ ده حاجة انا مرتب، ده شيء مرتب، انا مرتب له مثلا، مجهز الفلوس ومتفق مع الراجل مثلا الايه اللي هو بتاع الصالة او كلام من ده. انا يعني ايه؟ انا يعني اي. طيب اي بتاخد ايه؟ بتاخد ام. يشتري يعني ايه؟ يشتري يعني باي. يشتري يعني ايه حبايبي؟ يعني باي. نضيف لها اي ان جي، ام باين. سيارة من غير الف ولام قلناها بنحطه قبل منها تبقى car. I'm buying a car في العام القادم، والعام القادم next year. خلاص next year. يبقى ده هنا اللي هي حدث مرتب له في الايه؟ في المستقبل. ده دي طريقة الايه؟ دي طريقة الكتابة. طيب في حاجة تانية يا مستر انت عايز تقول لنا قبل ما تخش على النيجاتيف فورم بقى، والسؤال بهل والسؤال بكلمة استفهام. في هنشوف ايه هي؟ اللي هي كتابة الفعل، اللي هي كتابة الايه؟ كتابة الفعل. كتابة الفعل بتبقى ازاي؟ بصوا معايا، انا عندي لو الفعل منتهي بحرف الاي، فعل منتهي بحرف الاي، وهضيف اي ان جي، بضيف بشيل الاي وبضيف اي ان جي، زي كلمة كم تبقى كومينج. الاي والاي ان جي دول اعداء، لقيت في نهاية الفعل ايه؟ طيرها وحط الاي ان جي، بسيطة. طيب لو انا عندي الفعل منتهي بساكن، حرف ايه؟ ساكن، قبله متحرك، بعمل ايه لما باجي اضيف الاي ان جي؟ بكتب الساكن مرتين، بضعف الساكن واضيف اي ان جي. كلمه زي كلمه stop هتبقى stopping، run هتبقى running. دي قاعده من الايه؟ من القواعد. طيب في قواعد تاني؟ في قواعد تاني. بصوا معايا، بسيط على فكرة الموضوع، أبسط مما تتخيلوا. يعني أنتم ممكن على فكرة الإنجليزي حتى لو أنت ضعيف فيه هو محتاج شوية مجهود منك بس، خلاص مش صعبة، يعني مش مادة دسمة قوي زي اللغة العربية. يعني مثلا اللغة العربية أصعب بكتير جدا من اللغة الإيه؟ الإنجليزية. طيب معايا، طب لو الفعل منتهي بآي إي، فعل كده فيه اي اي وانا دلوقتي عايز اضيف له اي ان جي، خلاص بعمل ايه؟ بشيل اي اي واضيف واي اي ان جي. كلمه زي كلمه داي اللي هي معناها ايه؟ يموت. عايز اقول بيموت بقى دلوقتي او بيحتضر، بنقوله داينج. نشيل اي اي ونضيف اي واي ان جي. كلمه زي كلمه تاي تبقى تاينج، تبقى ايه؟ تبقى تاينج. ده بالنسبه لكتابه الفعل. طيب انا دلوقتي لو عايز انفي الفعل، انا هنا قلت مثلا ايه؟ انا اذاكر الان، هي تطبخ الان. طب عايز اقول انا لا اذاكر الان،
او هي لا تطبخ الان، هي ما بتطبخش دلوقتي. النفي بيبقى ازاي؟ بنحط يا جماعه ده النيجاتيف فورم بيبقى كالاتي اهوت، النيجاتيف فورم بنقوله ام او از او ار، ونحطه كلمه نوت، وطبعا الاي ان جي. نوت دي ممكن تبقى ان تي كده عليها ابوستروفي زائد الاي ان جي، ام نوت زائد الاي ان جي از نوت ار نوت. بس خلي بالك ام نوت ما بتتلزقش، انما التانيين دولت ممكن ايه لو كتبتها كامله بالشكل ده ما بتلزقهاش في اي واحده فيهم. طب لو عملتها مختصره، تمام، مختصره بتلزق في از، بتتعمل كده بدل ما نقعد نتكلم كتير. ام نوت ممكن نقوله isn't، aren't بالشكل ده. ده بالنسبه للايه، للشكل الايه المختصر. يبقى في النفي بنقول كده. طب لو جالك هنا وقال لك مثلا ايه، they are watching TV، they are watching TV، يعني هم بيتفرجوا على الايه التلفزيون، مش لازم احط كلمه داله، احنا بس بنتعلم حته الايه النفي. وجه هنا قال لك نيجاتيف، نيجاتيف فور، هتعمل ايه؟ هتقول they are not watching TV. ببساطه ده النفي. بننفي ام از ار، بنضيف كلمه ايه نوت بعد منهم. ازاي بقى بنكون سؤال بهل في زمن المضارع المستمر؟ طيب احنا طبعا قلنا الجمله بتاعت المضارع المستمر بتبقى عباره عن فاعل، طبعا ام از ار بلس اي ان جي والتكمله. طب يا مستر يعني الفاعل طبعا اللي هو هي شي ات يو وي زي اي، اللي هو اللي احنا قلناه من شويه، اللي هم ايه الحاجات اللي بتيجي مع ام واز وار. طب اكون ازاي؟ بسحب دول كده من ودانهم، اسحبهم اشدهم من ودانهم واحطهم في الاول، وبعد كده بطلع بقى الكلام زي ما هو. دي الطريقه، دي هي الايه الطريقه. يعني لو جيت هنا قلت لك مثلا ايه، they are studying math now. math ده حرف الاس على فكره، سوري. now وجيت هنا قلت لك كون سؤال، هما بيذاكروا رياضه دلوقتي، ماده الماس دلوقتي او الرياضه دلوقتي، عايز اقول هل هما بيذاكروا ماس؟ بعمل ايه؟ ها، بسحب ار دي من ودانها احطها في الاول، ادي ار، وباخد باقي الكلام زي ما هو. are they studying math now؟ فيها مشكله؟ طب لو جاني هنا وقال لي مثلا ايه، she is trying her new او new خلاص blouse، بتجرب البلوزه الجديده بتاعتها. ها، وجيت هنا قلت لك كون لي سؤال، هتعمل ايه؟ قلنا بنسحب مين؟ ام از ار ديت بتتحط في الاول، يبقى از هناخد از في الاول ونكمل باقي الكلام. الكلام اهوت محطوط، هو زي ما هو، كل ده هيطلع فوق. هتبقى is she trying her new blouse، هل هي بتجرب البلوزه بتاعتها؟ طيب السؤال بهل بقى اللي هو بيبدا بام او از او ار ثم فاعل ثم الاي ان جي والتكمله، بنجاوب عليه ازاي حبايبي؟ بنجاوب عشان لما يجي لك في سؤال الدايلوج بنقول يس. شايفين الفاعل الجميل اللي هو الكلمه الثانيه ده فاعل، يس فاعل، وناخد بعد منها ام او از او ار، ام از ار. طب لو قلنا نو ونحط نقطه، ودي كده اسمها اجابه مختصره. طب يا مستر انا عايز اكمل، هنقوله ايه؟ هنقوله يس فاعل ام از ار، ونكمل باقي الكلام اي ان جي والتكمله، تمام. طب لو قلنا نو هنعمل نفس الكلام، نو هناخد الفاعل الجميل ده، ادي الفاعل اهو، وناخد ام از ار اللي هم دول، بس لازم بعد منها نحط نوت. لو عايز اجابه مختصره تحط نقطه كده، مش عايز اجابه مختصره هتكمل باقي الايه الجمله وراهم. هي دي طريقه السؤال بهل. خليك معايا، هيجي يقول لك كده في الامتحان بقى، هيجيبها لك ازاي؟ طبعا هو مش هيجي يديك جمله كده ويقول لك كون لي عليها سؤال بهل، هيجي لك كده في الامتحان بالظبط. هيجي يقول لك ايه، بس انا عايزك تتعلم مش للامتحان بس، انا عايزك تتعلم عشان خاطر انت عايز تتعلم انجليزي. لو جيت انا قلت لك يس they are، خلاص they are مثلا ايه painting the house، يعني ايوه هما بيدهنوا البيت، دي اجابه كامله. وجيت هنا قلت لك اعمل لي سؤال، ها
طبعا يس دي الاجابه اصلا ما بتطلعش في السؤال، مفيش سؤال بنيجي نساله ونحط الاجابه فيه. يعني مثلا ايه هقول لك مثلا ايه، متى انت تعيش في متى انت مثلا ايه متى انت عشت في القاهره 1999؟ ما ينفعش، مش هتحط الاجابه. يبقى هنا هنشيله يس، وقلنا بناخد ايه ار الكلمه الثانيه هنبدا بيها ار، وناخد باقي الكلام زي ما هو. هتبقى are they painting the house، يعني هل هم بيدهنوا البيت؟ طيب لو جيت هنا قلت لك yes I am helping نادية، أيوة أنا بساعد نادية، تمام؟ قال لك هنا كون سؤال بهل، ها هناخد am نبدأ بيها؟ لا، لو قال لي you are ناخد نحول ار، بصوا هنقولهم اهو، انا عندي اي بتتحول الى يو خلاص، وار بتتحول الى مثلا ايه سوري، وام بتتحول الى ار خلاص، وعندي ماي بتتحول الى يور، ويور بتتحول الى ماي طبعا رايح جاي. ها انا عندي ام هنا اهي، ام تتحول الى ايه الى ار، يبقى هنا هنقوله ار. طيب عندي اي تتحول الى يو، تبقى ار يو، ونكمل باقي الكلام، نكمل باقي الايه الكلام. طب لو قلت لك هنا يس يو ار هافينج تي، يس يو ار هافينج تي، وجيت هنا قلت لك كون سؤال، طبعا يس هيحصل فيها ايه، هتتشال هنا، هنا كلمه ار يو، ها يو دي بتتحول الى ايه الى اي، طيب ار بتتحول الى ايه مع اي، ام اي، ام اي هافينج تي، ده بالنسبه لتكوين السؤال بهل. بعد ما خلصنا تكوين السؤال بهل، يلا بينا نشوف ازاي هنكون سؤال بكلمه استفهام. على فكره انا شرحته او شرحت تكوين السؤال الحلقه اللي فاتت، وكنا طبعا كتبنا كلمات الاستفهام، فانا طبعا مش هقعد اعيد وازيد فيها، اللي عايز يرجع لها يروح للفيديو اللي قبل ده على طول بتاع يونت 3. فهنا هنقوله ايه، هنكتب طبعا اللي هي الدبليو اتش وورد، كلمات اللي هي بتبدا بالدبليو اتش اللي هم بقى وات وير وين وهكذا، ثم بنحط بعد منهم am is are، ثم الفاعل، ثم ing وعلامة الاستفهام في الآخر خلاص. ده طبعا طريقة الايه تكوين السؤال، طريقة تكوين الايه السؤال. يعني على سبيل المثال لو جيت هنا قلت لك مثلا ايه he is trying خلاص the bike، he is trying the bike، وجيت هنا وقلت لك كون لي سؤال مثلا بين A و B، ها he is trying the bike، يعني هو بيجرب العجلة، عايز اقول ماذا هو يجرب، ماذا معناها ايه، معناها what، يبقى هنا هنقوله what، هنقوله ايه what، ها بيجي بعد منها ايه am او is او are اللي هي كلمة الاستفهام، يبقى هنا هنقوله ايه what is، ثم الفاعل اللي هو he، ادي he اهو الفاعل اهو اللي هو he، ثم ال ing اللي هي trying اللي هي ايه trying، what is he trying، ماذا هو يجرب، او ممكن نقوله what is he doing، ماذا هو يفعل، نرد نقوله he is trying the bike، he is trying the ايه the bike. ممكن يجي يقول لك a and b، b ده بيقول ايه they are buying، they are buying خلاص the groceries now، ها يعني هم بيشتروا طلبات البقاله دلوقتي. طلبات البقاله دي مش اول ما هتخش هتلاقيه، يعني انت بتقعد تلف بقى، لو مول بتلف فيه، لو انت داخل سوبر ماركت طبعا بتوقف شويه على بال ما بتشتري، فبتاخد وقت. ها يبقى هنا هنقوله ايه، عايز اقول متى، لو قلنا مثلا متى اللي هي وين، يبقى هنا متى هم يشتروا طلبات البقاله، الاجابه طبعا هتبقى كلمه ناو، يبقى هنا هنقوله ايه وين اللي هي متى. ها انا قلت كلمه الاستفهام بيجي بعد منها ايه ام از ار، حبيبتي هنا ار هي اللي موجوده، يبقى هنحط وين ار، ثم الفاعل، الفاعل ده بيبقى فاول الجمله اللي هو زي وين ار زي، ثم الاي ان جي اللي هي باينج ذا جروسريز، والاجابه هنا هتبقى كلمه ايه، هتبقى كلمه ناو. في نهايه الفيديو ده احب اشكركم على المتابعه، كان معكم مستر حمدي الحارس. لو الفيديو عجبكم يا جماعه
ما تنسوش طبعا اللايك، ما تنسوش الشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة عشان نكبر كلنا مع بعض. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.